بدوره أكد الباحث جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن مملكة البحرين نجحت في الموائمة بين حقوق الإنسان والحفاظ على أمن واستقرار المملكة. كان هناك سياسات وإجراءات إلى مملكة البحرين يشير لها بالبنان، خاصة في موضوعات إطلاق سراح عدد كبير من السجناء منذ عام 2020 ربما، وكان هنالك عفو ملكي أيضا إلى العديد منهم. وأجد أن يعني هذه الخطوة هي تعتبر بالاتجاه الصحيح. لو تحدثنا عن بعض المواقف التي تصدر من الاتحاد الأوروبي، للأسف هنالك بعض الازدواجية. لو لاحظنا عندما يتعرض الأمن القومي إلى بعض الدول، على سبيل المثال في فرنسا أم الديمقراطيات بين مزدوجين قامت بمنع وحظر العديد من المراكز والمؤسسات التابعة إلى الجماعات في سبيل فرض الأمن. فإذا هنالك أولوية إلى الأمن، وبرغم وجود هنالك صعوبة في إيجاد موازنة ما بين حقوق الإنسان أو الحقوق الأساسية مع فرض الأمن، فأجد أن هذه المهمة نجحت فيها مملكة البحرين. وأجد أن يعني في دول الاتحاد الأوروبي على مستوى وطني هنالك قبول كبير إلى سياسات المملكة، لكن لا شك هنالك ربما تكون بعض المواقف من الاتحاد تكون موضع انتقاد كونها تكون ذات ازدواجية.